بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما عطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والطول والإنعام. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، وأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تثنى، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد في الإسلام، ولك الحمد في القرآن، ولك الحمد بالمعافى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا عزيز يا غفار، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا ودليلنا إليك، وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار، على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله، ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما
تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل ولايتنا في من اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين ارحمنا، ويا غافر الذنوب فاغفر ذنوبنا، ويا ساتر العيوب فاستر عيوبنا، ويا قاضي الحوائج فاقض حوائجنا، ويا ساتر العيوب فاستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ولسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وأنفسا مطمئنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا وأصدقائنا ورقاب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا، وارحم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا لا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي فرضا إلا قضيتها وأصلحتها وأعنتها، يا عزيز يا غفار يا راحم.
رحم المساكين يا رحم المساكين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وها نحن دعونا فاستجب لنا وتقبل دعاءنا وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتلاوتنا وخدماتنا وكل أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم ما في صدورنا وتعلم سرنا وعلانيتنا. ربنا تقبل دعاء. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد، نسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا، أن تغفر ذنوبنا. اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من المغفورين، واجعلنا من المعتقين من النار. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اسقنا به الظلل وألبسنا به الحلل ودفع عنا به النقم وزد به من النعم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن أوتي كتابه بيمينه يا عزيز يا غفار. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا عزيز يا غفار. اللهم هؤلاء عبادك اجتمعوا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد يا أرحم الراحمين، يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم أعطهم سؤلهم، اللهم أعطهم سؤلهم، واشف مرضاهم وارحم موتاهم واجعل أولادهم صالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، وخاصة لجميع موتانا وأقاربنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقسهم الأبيض من الدنس، وأبدلهم نارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وجيرانا خيرا من جيرانهم، وأدخلهم الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان،
اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، اللهم انزل في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والحبور إلى يوم الحشد والنشور. اللهم أنس وحشتهم وآمن روعتهم ونفس قربتهم ولكن حجتهم فثبت كرامتهم وكن لهم وليا وبهم حفيا. اللهم تلقهم منك بالروح والريحان والأمن والأمان والمغفرة والرضوان، وأسلفهم في الجنان وحرمهم على النيران. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل آخر كلامنا، اللهم اجعل آخر كلامنا عند تلاقي آجالنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اجعل ملك الموت عند التقاء آجالنا بقبض أرواحنا شفيقا رفيقا رؤوفا رحيما يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا جهد الأجودين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم عد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مزيدة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار، ولا تجعلنا من أهل النار، ولا تجعلنا من حطب النار، فإنها بئس الدار وبئس المثوى وبئس القرار. اللهم ارزقنا جنة الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا جنة الفردوس الأعلى. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت المستعان وعليك البلاغ. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم جمل نساءنا بالصفات والحياء والأخلاق الفاضلة الصالحة، اللهم اجعلهن صالحات قانتات عابدات تائبات سيحات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا قرة عيوننا، اللهم اجعل أولادنا قرة عيوننا يا عزيز يا غفار. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين يا عزيز يا غفار يا ستار يا وهاب. اللهم اجعل هذا، اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك تكلان. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم تقبل دعاءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الصراط، وقنا عذاب الصراط، وقنا عذاب الميقات.
الميزان. اللهم ثبتنا على صراط، اللهم ثبتنا على صراط، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه، ولا تسود وجوهنا يوم تسود وجوه، يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا ستار يا وهاب. اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وخذ حوائجنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.